السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا، ويوم سعيد للجميع إن شاء الله. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الخميس 3 أكتوبر 2019. نبدأ بالفترة الصباحية، نتوقع سحب عابرة على المناطق الغربية لكن دون فعالية، بالإضافة إلى المناطق الوسطى، مع تسجيل أمطار على ولايات بومردات الجزائر العاصمة وأيضا ولاية البويرة، أيضا بعض الزخاتر المطرية على ولاية تيزي وزو، أيضا ولاية بجاية، وأيضا ولاية جيجل، سكيكدا، عنابة، وولاية الطرف. هذه الأمطار أيضا ستميز ولاية قسنطينة، بالإضافة إلى شمال ولاية سطيف وأيضا ولاية قالمة وولاية سقهراس. أمطار أيضا منتظرة جنوب ولاية تبسة إلى غاية المناطق الشرقية لولاية وادي سوف. باقي المناطق الأخرى الصحراوية ستكون الأجواء صحوة ومشمسة. في الفترة المسائية متابعينا الكرام، نتوقع بحول الله تعالى سحب كثيفة عابرة على المناطق الغربية، المناطق أيضا الجنوبية الغربية، شمال الصحراء والواحات، والمناطق الوسطى والشرقية، مع تساقط لبعض الأمطار على السواحل الشرقية كولاية عنابة، بالإضافة إلى سكيكدا، ولاية جيجل، أيضا أمطار مرتقبة على ولاية سقهراس وأيضا ولاية قالمة. بعض الزخات أيضا منتظرة على ولاية الأوراس. في الفترة المسائية بحول الله تعالى ولاية باتنا، أقصى الجنوب، أجواء تقريبا صحوة مشمسة وصافية. في الفترة الليلية الحرارة متابعينا الكرام ليوم الخميس 3 أكتوبر، حيث نتوقع تقريبا تراجع في درجات الحرارة، أجواء تقريبا 35 درجة على ولاية أدرار، ولاية تندوف، 30 إلى 33 درجة على إليزي الهوكار والتصيري، و34 درجة ناحية تم الراست، 39 درجة على ولاية بشار، نفس المقياس على ولاية غرداية، 28 إلى 29 درجة على ولاية ورقلة إلى غاية تقرت، وادي سوف سنسجل أيضا 28 درجة إلى غاية المغير، ولاية بسكرة سنسجل 28 أيضا درجة، وأيضا 21 درجة على ولاية الجلفة، أجواء تقريبا باردة ومنعشة، بالإضافة إلى شمال الأغواط والشمال البيض إلى غاية النعامة. أيضا ولاية المسيلة سنسجل 23 درجة، ولاية قسنطينة سنسجل 20 درجة مع ولاية قالمة وولاية سقهراس، بالإضافة إلى أم البواقي، ولاية باتنا 18 إلى 19 درجة مع خنشلة ولاية تبسة، أيضا ولاية سطيف سنسجل 18 درجة مع ولاية برج براريج، 23 درجة على الجزائر العاصمة، تيبازا، بومرداس، تيزي وزو والسواحل الشرقية، سنسجل 24 درجة على ولاية بجاية، بالإضافة إلى جيجل، سكيكدا، عنابة، وولاية أيضا الطرف، وأجواء باردة بحول الله تعالى. 20 أيضا درجة على ولاية ميلا. المناطق الغربية، وهران، عينتي والشنت، بالإضافة إلى مستغانم، 25 درجة، وأيضا ولاية تلمسان، بالإضافة إلى 24 درجة على الصعيد، سيدي بالعباس، ولاية تيارت، أيضا تسمسيلت، بالإضافة إلى مناطق خميس مليانة، عين دفلة، ولاية الشلف، بالإضافة إلى معسكر وغليزان، وأيضا نفس المقياس على ولاية مستغانم، 25 درجة. أيضا البويرة بالإضافة إلى المدية سنسجل تقريبا 21 درجة وأجواء باردة بحول الله تعالى. الرياح ستكون في الموعد على المناطق الشرقية وأقصى المناطق الساحلية الشرقية، ولاية الطرف، سقهراس، بالإضافة إلى تبسة وأيضا ولاية قالمة، تقريبا الرياح قد تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة. أيضا بعض الرياح المعتدلة نسبيا على وسط الصحراء، المناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية، مع انتعاش في درجات الحرارة. البحر سيكون مضطرب على المناطق الشرقية، هادئ على المناطق الوسطى، ومضطرب أيضا على المناطق الغربية. نرجو منكم متابعينا الكرام متابعتنا عبر القناة الثانية، الرابط القناة أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.